متابعيني اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده ومعاكم الدكتوره ايريني ابادير. والنهارده هكلمكم في موضوع شائع جدا هو مشاكل الزوائد الجلديه اللي بتظهر لبعض الناس. بتظهر على شكل زوائد جلديه مدوره صغيره، اغلب الناس بتجيلها طبعا في منطقه الرقبه او في منطقه الظهر، في منطقه الكتف يعني، بس بتبقى اغلبيتها طبعا في منطقه الرقبه. طيب ايه اسباب الزوائد الجلديه وعلاجها ايه؟ اول حاجه عايزين برضو نطمن خالص، لان الزوائد الجلديه ممكن تظهر، هي اولا موجوده تقريبا في 50% من البشر، يعني نص البشر عندهم مشاكل الزوائد الجلديه، وممكن تكون ما بتدلش على اي مرض ولا اي حاجه برضو، يعني ممكن تكون مشكله بس وراثيه، الام كده الاب كده، زي واحد عنده حسنه زي واحد عنده وحمه، زي يعني ما فيهاش مشكله خالص وبتبقى زوائد جلديه، وهنعرف بتتشال ازاي. طيب ايه الاسباب التانية؟ ممكن يكون نتيجه للاحتكاك المستمر بالملابس، بالمجوهرات، بسلسله مثلا تكون ماده شويه بتعمل حساسيه، او ماده مش بتصدي شويه، الاحتكاك الدائم بياقات البولوفر الصناعي داخل له مواد صناعيه، ياقة قميص، مع العرق والاستمرار الاحتكاك ده ممكن يعمل الزوائد الجلديه، خاصه مع الرجال لو بيحلقوا في الحته ديت وبتبقى فيه التهابات متكرره. طيب ايه تاني؟ الحاجه اللي ممكن بقى نقف عندها شويه، ان ممكن تكون بسبب زياده السكر في الدم او زياده الانسولين في الدم. يبقى في الحاله دي احنا نشوف تحاليلنا، نعمل تحاليل سكر، لو الموضوع زوائد الجلدية زيادة عن اللزوم وأنا ملاحظة، يبقى أبتدي أعمل تحاليل سكر وأشوف نسبة السكر في الدم أخبارها إيه. طيب ممكن يكون بسبب إيه تاني؟ ممكن يكون بسبب أمراض القلب، أمراض الضغط الدم، ضغط الدم المرتفع، يعني دي الحاجات اللي ممكن نقف ليها شوية. طيب ايه تاني؟ ممكن يكون بسبب فيروس اسمه هيومن بابيلوما فيروس. هو الفيروس ده من ضمن اعراضه ان هو بيطلع زي بابيلا صغيره او زوائد جلديه في مناطق مختلفه من الجسم. ممكن يكون برضو بسبب الدهون الزياده والكوليسترول الزياده وزياده الدهون والسمنه، خاصه في منطقه الرقبه، يعني ممكن يكون بنشوفها اكتر في الاشخاص اللي ليهم سمنه شويه، رغم ان انا عندي برضو زوائد جلديه، يعني انا بالنسبه لي ما كانتش باي سبب من الاسباب ديت، كانت زوائد بسيطه وملهاش اي داعي للقلق. فبرضو يعني بعد ما نطمن على نفسنا مفيش الاسباب دي، يبقى خلاص، يبقى مفيش مشكله خالص، يعني انا من ضمن الناس اللي عندهم بعض الزوائد الجلديه وشلتها، وهقول لكم شلتها ازاي بطريقه بسيطه جدا مش بطريقه معقده خالص. طيب ارجع واكمل لكم الاسباب. برضو بتيجي للسيدات احيانا بسبب اختلاف الهرمونات ومعدل الهرمونات اثناء الدورة الشهرية، اثناء الحمل، بعد الولادة، سن اليأس، كل الحاجات دي بتعمل اضطرابات في الهرمونات الانوثة، وبالتالي ممكن تطلع برضو الزوائد الجلدية. الناس السيدات اللي عندهم تكيسات المبيض او المبيض متعدد التكيسات، التكيسات المبيض برضو عارفين الموضوع دوت، ان هم بعض الناس بيطلع لهم برضو زوائد الجلدية. الناس اللي عندها مشاكل في هرمونات النمو، الناس اللي عندها اكروميجالي اللي هم العظم بتاعهم بيبقى كبير شوية، ايديهم بتبقى كبيرة، وشهم كبير، الفك العظم كبير، دول برضو ممكن يطلع لهم زوائد جلدية. او الناس الجايجانتزم او الجايجانتك اللي هم عندهم عملاقة، الاتنين دول نتيجة لمشاكل في هرمون النمو، فدول برضو معرضين اكتر للزوائد الجلدية. اعتقد ان انا غطيت لكم كل النقط اسباب الزوائد الجلدية. طب نيجي لشيلها ازاي؟ انا عن نفسي شلتها بطريقة بسيطة جدا، هي طريقة علمية وموجودة، ولكن هي بطريقة بسيطة جدا، يعني استنيت لما زوائد الجلدية كبرت شوية صغيرة وربطتها بفتلة، ده هي موجودة فعلا علميا، تكنيك الربط، بتربطها بزي دبارة او فتلة من غير ما نعورها عشان التعوير طبعا الحاجات دي مش كويس، بتربطها كويس، فلما بتربطها بتحبس الدم عنها او بتمنع الدم عنها، فبالتالي زي بيحصل لها زي جانجرين او غرغرينة او موت للخلية ديت، فبعد يوم 2-3 بتلاقيها نشفت ودبلت ووقعت لوحدها هي والفتلة
فدي يعني كانت ممتازة وبدون ألم ولا حاجة خالص، يومين ثلاثة وبتلاقيها وقعت. طيب الناس اللي مش عايزة تتبع التكنيك ده رغم انه تكنيك علمي وطبي جدا، في طبعا العيادات بتعملها بالكي بتتكوي، في بتعملها بالتجميد عن طريق الليكويد نيتروجين او النيتروجين السائل، بيتعمل لها تجميد وبالتالي بتقع بتتجمد وتقع. في كمان بالجراحة طبعا، بتتشال بالجراحة بالمقص الجراحي تحت بنج طبعا موضعي، حاجة بسيطة جدا بالمقص الجراحي. كمان في الناس اللي بيحبوا الوصفات الطبيعية بيجيبوا توم تومة ويهرسوها كويس وتتهرس كويس قوي او تتعجن كويس قوي، وتحط عليها خل تفاح وتتعجن مع بعض وتتحط زي كريم يوميا وتنام بيه وتربط ضمادة خفيفة، طبعا ما تخنقيش نفسك وتنامي بيها والصبح يعني المفروض ان هي بتقع. انا عن نفسي ما جربتهاش ولكن هي ناس كتير بتشكر فيها، اللي هي وصفة الخل التفاح، خل التفاح بالثوم، في ناس بتشكر فيها، لكن انا عن نفسي جربت تكنيك الربط بتتربط، ده تكنيك بسيط جدا وجربتها وناجحه جدا. يعني دي تجربتي الشخصيه برضو بنقلها لكم عشان تبقوا عارفين ايه الحاجات اللي انا عن تجربتي. يعني اتمنى تكونوا استفدتم النهارده من الحلقه البسيطه ديت. تمنياتي بدوام الصحه والعافيه للجميع، واشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله.